محتاجين 4 بيضات، كوباية سكر، معلقة صغيرة فانيليا، كوباية زيت، 4 كوب دقيق، معلقة صغيرة بيكنج باودر، 2 معلقة كبيرة من اليانسون المطحون. تقدروا تحطوا شمر ويانسون على فكرة، بس اليانسون لوحده أحلى حاجة. بصوا بقى البسكوت ده عجينته بتبقى عاملة زي عجينة الكيك بس تقيلة شوية ومكتومة، يعني كأنه عاملين كيكة وباظت، أوكي؟ عشان كده لما الكيكة تبوظ منكم وتبقى خلاص كده مش نافعة قوي تقوموا عاملينها بسكوت. بص احنا هنقلبها كده، خلينا نقلبها على الصينية. ريحة اليانسون بتبقى فظيعة، ما تحاولوش تضيفوا بهارات تانية حتى لو في نوع معين بتحبوه علشان يفضل البسكوت محتفظ بالأصل بتاعه، هو باليانسون. فممكن الشمر أوكي عشان هما بيليقوا قوي مع بعض، لكن اليانسون لوحده بيبقى تحفة. نشيل كل الورق اللي هو ورق الزبدة، نقلبه الناحية دي، نقطعه، ونبتدي نقطعه بالشكل ده. بصوا بقى أنا بقطعه إيه، على قد ما تقدروا، ما يبقاش رفيع قوي ولا بزيادة قوي. يلا بينا. طبعا بالراحة علشان ما يبقاش متكسر مننا، فإيدينا كده بالراحة واحدة واحدة بنعمل كده. أوكي، هنقطع الباقي بس عشان ما نضيعش الوقت كله في التقطيع. خلوني أوريكم بقى الخطوة بيحصل لها إيه، وبعدين نكمل تقطيع وتحميص. الطاجة بتاعتي أهي، في ناس بتحبه كده اصلا، بتاكله كده من غير ما نحمصه، بيبقى فيه سمن الطراوه، بس انا لا، انا احبه يتحمص اكتر. حتى في دايما كان حد بيجيب لي كده من الخليج، من الكويت، من السعوديه، بيتقال عليه شبوره او شبوره، يعني مش عارفه النطق السليم ايه، شبوره شبوره حاجه كده، بس طعمها كان بيبقى شبه ده قوي، وفي برضو اليانسون وطعمه بيبقى تحفه. فلا هو حلو لما بيتحمص وبيقدر بقى يعيش معانا اكتر، يعني شبه بسكوت اللوز بالظبط، شبه البسكوت اللي عملناه قبل كده، وصفه طلياني كده كان فيها لوز وكانت لذيذه قوي، فهو شبهها قوي، نفس العيله يعني، صح؟ يلا هنحط البسكوت بالشكل ده، هندخله الفرن عشان يتحمص، هياخد لون خفيف، وبعدين هتلاقي القرمشة بتاعته مظبوطة، ولما يطلع من الفرن هنسيبه يبرد خالص عشان ينشف كويس، وبعد كده هتنبسطوا جدا بالنتيجة. عايزين بس نكمل الصاج. التخانة طبعا ترجع لك، بس ولا يبقى تخين بزيادة ولا يبقى رفيع قوي. ندخل على الفرن ونبتدي في الوصفة عشان تبقوا شفتوا الخطوة المهمة، عشان نعرف برضو هو ده بيحصل له كده ازاي وبيبقى شبه كده ازاي. الفرن طبعا شغال على الحامي، انا بحب دايما ابقى مسخنة الفرن، فشغال على الحامي على 190 200 مفيش مشكلة، ويبقى سخن يدخل، ولما كمان شوية تقومي قلباه يبقى لطيف قوي، يعني دقايق، يعني 5 دقايق كده وتقومي قلباه يبقى زي الفل.
يلا بينا نبتدي واقول لكم الخطوات بقى بتاعت الطبخ نفسها، العجن بقى. المولة اهي، ناخد البيض على السكر على الفانيليا، وهنا الدقيق هنخليه على جنب كده عشان ممكن ما نستخدموش كله، الدقيق بيتحط واحدة واحدة، والزيت برضو هستنى عليه شوية. نقدر اننا نعملها في الخلاط، الخطوة دي ينفع نعملها في الخلاط. اضربي بس السكر، انا مش عايزة فوليوم، مش عايز دخل هواء، مش المطلوب مني زي الكيك، انا عايزة الاتنين يتضربوا كويس بحيث بس ان السكر يدوب. هحط الزيت، هسيب شوية صغنطتين قوي عشان انا محتاجة حبة زيت في ايديا. هاجي هنا هحط البيكنج باودر على الدقيق، هحط كمان ينسون، اليانسون بقى تحمصيه تحميصه حلوه كده قبل ما تطحنيه علشان يديك الريحه الحلوه بتاعت بسكوت اليانسون. مجروش اوكي، ممكن مجروش بس التيست احلى في عشان ما يجيش تحت البق كده، ولو في اطفال ولا حاجه ما تتضايقش يعني. فهي البسكوت انا بحب بصراحه يبقى ريحتها يانسون وما بقاش حاسه باليانسون نفسه. هحط كمان رشه ملح عشان رشة الملح دي توضح لي الطعم وتوضح لي السكر، وبتوضح جدا كل المكونات بتاعتي اللي انا حطاها. وزي ما احنا شايفين كده هضيف الدقيق واحدة واحدة، انا بس بحاول ايه ما نطلعش برضو عرق للدقيق، عايزة الم العجينة بالطريقة دي بسباتولا بالشكل ده او بمعلقة كده. لسه عايزة زيت فزود لها كده الزيت، وانا هاخد زيت من عندي عشان ايه المقادير تبقى مظبوطة. الصينية بتاعتي اهي اوكي، خلينا ايه نعمل كده ونجيب الزيت من هنا علشان نحط في الصينية. طبعا الصينية الالومنيوم في الخبز احسن حاجه، فيا صاج الومنيوم يا صينيه من الحلوه اللي احنا شغالين بيها دي علشان تضمني ان شاء الله نتيجه البسكوت والكيكس والخبز بصراحه كله مختلف. تعالوا بقى كده ننزل ايه العجينه بالشكل ده، ناخد كل العجينه وايدك يبقى فيها زيت عشان تبقى سهله معاكي في الفرد. نعمل كده كده ريحته بتبقى جميله من وانت شغاله، وشفتوا السهوله ما فيهوش اي حاجه، لذيذ قوي. الزيت بيديله لون لطيف، نسويه كده. الفرن شغال من تحت فقط على درجة حرارة 180.
نساوي بس كده مكان تحديدة الصوابع. هو طبعا بعد ما بيتقطع مفيش اي حاجة بتبان ولا اي حاجة. هنضف ايدي ونفتح الفرن نشوف ايه الاخبار، وندخل العجينة بتاعتنا في الفرن عشان تبقى بسكوت اليانسون. تعالوا نبص بقى مع بعض. طيب نحط هنا ونشوف هنا ايه الاخبار. لا لسه شوية حتى على انه يتقلب، هسيبه شوية. خلينا ايه نطمن على البسكوت بتاعنا اللي اتحمص شوية زيادة، اتخضيت شوية بس يعني اوكي، متحمص ومتحرمش، يستحسن يطلع يعني اخف من كده. في صاج تاني هوريه لكم برضو. الصاج التاني اللي في الفرن هيطلع لونه يعني اخف من كده سنه، بس برضو بالنسبه لي لو هو كده انا تمام جدا، هو مش محروق بس يعني كان ممكن نطلعه اقل قبل كده بشويه. اذا بص على بسكوت اليانسون كمان بقى ناشف دلوقتي وبقى حلو قوي. بصوا بصوا ناشف ازاي، تعالوا نكسر واحده كده مع بعض. بصوا كوباية شاي، ايوه كوباية شاي. الو ابعتوا لنا كوباية شاي من فضلكم. ايوه اهو بسكوت اليانسون الاولاني اللي عملناه قبل ما يتقطع، ده عملناه اول حاجه خالص. الصينيه اهي، وتعالوا نقلبه بالمره. يلا زي ما شفتوا الصينيه الاولانيه اللي عملناها اللي عملتها كنسخه واحنا بنقطعها في الاول كانت حاطه ورق زبده، فاذا مش حابين تستخدموا ورق الزبده احنا ما استخدمناش ورق زبده هنا ودهنا بس بالزيت، فما فيش مشكله لو انت مش عايزه تستخدمي ورق زبده مع وصفه البسكوت اليانسون، بس تبقى الصينيه صينيه الومنيوم. بنقطعه وبندخله الفرن زي ما شفتوا في البسكوت قبل ما ياخد اللون اللي خده الاولاني ده، اللون بالنسبه لي البيرفكت يعني كده مظبوط قوي وزي الفل. اول صاج عملناه طلع اغمق شويه، فده كده فله. اهم حاجه ان هو لما يهدى يعني نسيبه يهدى خالص علشان يقرمش. هو هنطلعه هتحسي برضو لسه فيه طراوه، لكن طالما اخد اللون ده هو كده زي الفل. ولازم تقلبي الصاج من وقت للتاني دايما جوه احمى، فتقومي قلبه الصوب كده من الناحيه دي وخلاص.